أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العطار. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نبات السدر وما يتعلق به من وصفات طبية وأعشاب مع الدكتور محمد الجزيري، الدكتور في باحث في الطب البديل والأعشاب والنباتات الطبية. إزاي حضرتك؟ أهلا أستاذ عبد الله، أهلا بيك. المحاور باسم الشعب، ربنا يكرمك. النهاردة عايزك تكلمنا عن نبات السدر، يعني من ناحية ان هو طبعا هو من اشهر النباتات الموجودة واللي الناس بتستخدمها كتير من في المعدة او في غير المعدة، من ناحية التعامل مع السموم اللي موجودة في الدم وغير كده. ففهمنا دلوقتي ايه هو نبات السدر. نبات السدر ده لازم الناس تعرف يعني ايه نبات السدر. نبات السدر ده عشبة بتطلع عن شجره، بتطلع اصلا في الوديان، وبتطلع في حاجات كتير، في اماكن كتير، في ممكن تتزرع في اي مكان وصالحه في مصر بالذات يعني وفي اليمن كده. فالنبات ده اصلا مفيد جدا للمعده، ومفيد اصلا لعضله القلب، مفيد للشعر، مفيد للتقرحات اللي هي موجوده في المعده وكده، من ثمار وزهره واللحاء بتاع الخشب نفسه. ممكن يستخدم برضه لانه يكون مقوي للمناعه او انه يزيل البكتيريا اللي موجوده في المعده. طبعا نبات السدر ده مقوي للمناعه جدا، عشان كده الست الحامل ممكن تستعمله. ده عكس اكاليل الجبل اللي احنا اتكلمنا عليه على الحلقه اللي فاتت. قلنا ان الست الحامل ما تستعملش اكاليل الجبل او روزماري، فطبعا بيعمل انقباض للرحم وممكن يعمل عمليه اضهاد. نبات السدر ده مختلف تماما عنه، لان اصلا بيعمل عمليه جميله، بيرفع المناعه وبقوي، وفي طبعا حاجات مغذيه للطفل وبترفع من مناعه الست او اي حد يستعمله، فبيرفع من المناعه بتاعته يعني. طب هل في فرق بينه وبين النبأ؟ يعني في ناس بتيجي تروح تشتريه فبتقول ان هو النبأ او السدر، هل هو نفس المسمى للعشبه الثانيه ولا في فرق بينهم؟ هي شجره واحده. ان لازم الناس تعرف النبأ ايه والورق السدر ايه. ورق السدر ده هو نفس الشجره بس دي النبأ ده الثمره بتاعتها وكده. ورق السدر بيستعمل في حاجات كتير، بيستعمل مغلي او معجون بالعسل، مطحون او مطحون بالعسل يعني، في بياخد العجنه بتاعته. في غير كده بيستعمل اللي هو اللحاء بتاعه، والثمر بتستعمل حاجات تانية خالص، في بيستعمل اللي هي تقرحات الامعاء والمعده. يعني ممكن نستخدم اللحاء من غير ما يترمي، اللي هو الخشب اللي موجود على الشجره من بره. الشجره دي شجره مبارك ومفيده جدا في اللحاء بتاع كل حاجه فيها بتستعمل. اذا كانت الزهره فبيستعمل منها العسل، بيطلع منها النحل، بيطلع منها العسل اللي هو عسل السدر. عسل السدر ده مفيد لاي مكان في الجسم، هو بيرفع طبعا الصحه العامه. هو مختلف العسل بتاع السدر عن العسل العادي اللي هو بيجي من النباتات التانيه؟ طبعا ده عسل طبيعي، وبعدين دي زهره مباركه وكده، فيها مواد من المواد اللي هي الشافيه، حاجات كتير جدا. وعسل السدر مفيد لإيه؟ عسل السدر ده مفيد لعملية الإخصاب، اللي هي الناس اللي هي عندها مشاكل في الخلفة، التقوية الجنسية، التقوية الجنسية مشاكل في الخلفة. عسل السدر ده مفيد في إزالة والمناعة برضه والجسم، وبيقوي المناعة وبالذات الست الحامل لما بتاخده بيقويها جدا، وبيرفع مناعتها وبيرفع درجة الأنيميا عندها. عسل السدر ده مفيد اصلا لامراض الكبد وبقات الكبد كلها، ومفيد اساسا كمان لامراض البروستاتا. عسل السدر ده مقوي للنظر، ويعني هو يعتبر مقوي للصحه العامه، فده من العسل اللي هي الحاجات النادره جدا وحاجات مفيده جدا لجسم الانسان، اللي هو عسل السدر ده. طبعا بتلاقيه يعني بصعوبه يعني، لان اصلا بيعتمد اللي هو على وجود الشجره ديت، وللاسف الشديد الشجره دي مش موجودة موجوده عندنا في مصر كتير. فاحنا عاوزين اصلا الشجره دي تكون موجوده في كل مكان، زيها زي الروزماري اللي احنا اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت. الشجره دي تكون موجوده لانها اصلا شجره مباركه، وبتعالج حاجات كتير، من حاجات طبعا روحانيه عاليه، وبتعالج الانسان، لان الانسان اصلا مهمل في الشجره ديت لدرجه اللي هو ما يعرفش عنها حاجه، فهو ممكن يلاقيها على الطريق ويسيبها ويمشي. هو اصلا ما هوش عارف اللي هو ساب كنز ومشي. الشجر ديت طبعا اللي هو اذا كان الورق بتاعها بيستعمل في مغنيسيوم وفي فوسفور، وفي طبعا حاجات للشعر لتثبيت الشعر وقشر الشعر، وحاجات للعين يعني الناس تعملها اطلر للعين وكده، للسة، للحنجره، الناس اللي عندها برد وعندها كحه، الناس اللي هي المدخنين برضو بننصحهم ان هم يستعملوا ورق السدر بما فيه من رائحه عطريه جميله وكده، والناس اللي هي اصلا عندها امراض جلديه زي الاكزيما والامراض اللي هي الطفيليه اللي بتظهر وكده. فطبعا طيب لو واحد راح يشتري العسل بتاع السدر، طبعا احنا يعني الزمن بتاعنا ده فيه غش كتير دلوقتي، فايه اللي يخليه يميز العسل دوت عن التاني؟ هل نفس الشكل، نفس الطعم؟
ولا في اختلاف بينهم؟ لازم اصلا الاول تعرف يعني ايه شجره السدر. الشجره دي شجره اصلا بتمتاز بمواد عطريه ولها ريحه مميزه جدا، فلازم اصلا بتكون في اصلا ريحه اللي هو السدر ده بيكون موجوده فيها، وبكون والعسل بيبقى اغمق شويه واغمق واخد نفس اللون بتاع ورق السدر، يعني هو بيكون اصلا غامق جدا فيها، وتلاقي اصلا الطعم بتاعه ميال للزهره بتاعه السدر يعني، فبيكون مر. في نسبه مراره بس هو يعني عسل علاجي. فهو المفروض عندنا في مصر الحاجات ديت يعني احنا نستعمل الطبيعه الجميله، احنا بنهتم بالطعم اكتر من الحاجه اللي المفروض تفيد الجسم، فبتلاقي الناس بتزوف نفسها عن الطعم. بص يا استاذ عبد الله، عايز اقول لحضرتك على حاجه. المفروض اصلا يعني نعمل البرنامج الجميل برنامج العطار، نعمل توعيه للناس ازاي تستعمل الاعشاب بطريقه صحيحه. انت ممكن تستعمل الحاجه يعني صح، يعني العشبه صح او عسل صح او اي حاجه، بس تستعمل تاخدها بطريقه غلط فبالتالي مش هتجيب لك نتيجه. المفروض احنا البرنامج ده بيعمل توعيه، هو برنامج بحثي يعني ما بيجيبش، طبعا احنا بنتكلم كل حاجه بحث وعلم وبندور عليها ونشوف اساسها ايه وكده، ونبدا نتكلم فيها ونبدا نتحاور فيها ونوصل لطريقه سليمه في اخذ العشب نفسه، وبننصح الناس تستعمله ازاي وتاخده بالعطار ازاي. طب هل هو ممكن يدخل في التخسيس الورق بتاع السدر او عسل السدر ده اللي هو ورق السدر ده؟ ورق السدر ده بيستعمل فتح للشهيه، فطبعا ده بيستعمل فتح للشهيه فهيستعمل لزياده الوزن. في المواد اصلا كالسيوميه وفي املاح وفي حاجات فعلا بتزود الجسم وبتزود المناعه، فبالتالي يزود، لان ده هو اصلا اللي بيفقر الدم وبيرفع الانيميا، يعني بيرفع درجه الانيميا وينقص السموم والحاجات دي. طبعا انت لما تستعمله مغلي، بص انت تستعمل ده حاجات يعني على حسب ما بتستعمل الحاجه فهي ده العلاج. انت استعملته مغلي، طب انت استعملته مغلي ليه؟ انت سبت الزهره، طب انت سبت الزهره ليه؟ انت استعملته مثلا اللحاء بتاع اللي هي شجره، طب انت استعملتها ليه؟ طب هتفيدك في ايه؟ لازم قبل ما تاخد الحاجه يبقى انت اساسا عارف انت تاخدها ليه وتاخدها ازاي. وده ده دور البرنامج او اي برنامج يعني بيتكلم عن العطاره او عن المواد اللي هي النباتيه، فلازم اصلا يوصف للناس ازاي الحاجه ويوصف لها المواد الفعاله بتاعتها وبتفيد في ايه وبتضر في ايه. كل حاجه ليها اعراض جانبيه فلها اعراض سلبيه، فطبعا احنا بنوجه الناس من هنا من البرنامج الجميل ده ان الناس تستعمل الحاجه صح وتاخدها صح من عند العطار. طيب هو لو متاخد للكلى للاملاح والحاجات دي، هل هو هيفيد برضه في الموضوع؟ طبعا بيتاخد مغلي، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اي فضل. حاجه من هي الاعشاب بالذات لازم تتشرب على بطن فاضي. البطن الفاضي ديت لما انت بتاخد العشب نفسه وبتحول العشب في المعده بالذات دايما على الريق يعني. على الريق، ودايما تربط اي حاجه يعني بصلاه الفجر بيبقى فيها بركه كبيره يعني. صحيح. فبياخدها تتحول اللي هي العشبه ديت بتتحول لماده علاجيه، مع طبعا مع الانزيمات اللي بتتفرز في المعده والحاجات ديت، فبتتحول لماده علاجيه فبتفيد الجسم. للاسف الشديد الناس هنا بتاخد الحاجه غلط، هي ممكن تاخدها قبل الاكل وبعده، فانت خدتها قبل الاكل فانت هتاكل اصلا اي اكل وكده، فهتبقى ضمن المأكولات اللي انت اكلتها، هتاخدها بعد الاكل فهي مش هتفيد، فلما تتاخد على بطن فاضيه فهي طبعا بتجيب اللي انت اصلا الحاجه اللي انت واخدها، اذا كانت مثلا امراض جلديه او للكلى او للكبد او للقلب او للضغط، الحاجات اللي هي المفيده ليها. فانت لو دورنا على في ورق السدر ده هنلاقيه اصلا يعني له حاجات لا تعد ولا تحصى، وبعدين ده من قديم الاسر ومن العصور الاسلاميه الاولى كان صحيح العلماء كانوا مهتمين بيه جدا. مهتمين بيه، وكمان كان بيستعملوه في الحروب وكده، طبعا الحروب ديت كانت بتقعد بسنين او بشهور وكده، كان بيستعمل في تضميد جروح والكسور والحاجات ديت لانه اصلا قاتل. طب وكان بيضمد ازاي؟ كان بيجيب طبعا اي جرح وكده فبيعمل اصلا عمليه صديد، لان بتبقى البكتيريا بتتكاثر وتتفاعل وكده، فبيعمل عمليه صديد او غرغرينه او الحاجات ديت، فكانوا بيجيبوا ورق السدر كمطهر مكان احنا بنستعمل دلوقتي المطهر البتادين وكده، فكان بيجيب الورق ده يحطوه اصلا على اكنك رابط شاش او حاطط الورق، يغسل الجرح ويحط الورق عليه، يحط فده قاتل للبكتيريا، عشان اصلا كده يعني انت الناس اللي هي الاطفال الصغيره اللي هي عندها ديدان وعندها المشاكل اللي هي يقول لك عندهم نحافه لا دي صبح منقوع الصدر وكده، وفضل الله في مسافه بسيطه جدا هيبقى كويس وهيموت نسبه الديدان عند اصلا قاتل لجميع الديدان. طيب معانا الاستاذ زكي بيتصل من القاهره، عطى حضرتك شويه استاذ زكي. ايوه وعليكم السلام. الحمد لله اتفضل يا دكتور معاك اهو اتفضل. اتفضل يا استاذ زكي. عندي بس انا شايف سينا في الصبح عندك ايه؟ حتى ما بقدرش ان انا اطلع عليها يعني. خليه على ما بتقدرش ايه؟ يعني شايف سينا في الصبح.
ايوه الدكتور معاك. ايوه عنده خشونه ولا عنده ايه؟ بتقول عندك ايه؟ عندك ايه؟ خشونه؟ خشونه في الركبه. خشونه في الركبه يا دكتور. موضوع خشونه الركبه ديت اصلا هو اصلا كويس، هو بيرفع المناعه، بس الخشونه دي بتتعالج بحاجه تانية خالص. ايه يعني هي بقى؟ هو اصلا الورق السيد ده انت ممكن تستعمله كدهان، كان الزيت بتاعه بيستعمل طبعا مع زيت الزيتون او مع زيت اكل الجبل زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، فبيزيل الم الركبه وبيستعمل ليلا. ففي حاجات اصلا بتستعمل زي حب الرشاد بتستعمل خشونه الركبه. هي ايه اذواق خشونه الركبه اصلا؟ خشونه الركبه السائل اللي ما بيكونش موجود اللي هو السائل اللزج، وبيحصل احتكاك في العظم، يعني بتحصل احتكاك في اللي هو الغضاريف بتاعه الركبه، بيحصل تاكل، فالناس ما وبعدين بيكون اصلا السمنه زياده. يعني السؤال دي بسبب الاملاح والكلام ده ولا ايه؟ في طبعا بيبقى في املاح، يعني في جزء من الخشونه، بس الخشونه اساسا بتبقى السائل مش موجود، وبتبقى الاوزان الزياده بتبقى بتحمل على الركبه اساسا، بتبقى الركبه مهما كانت ضعيفه، فبتحس بالم شديد في طلوع السلم او نزول السلم فالحاجات ديت برضو المفروض يستخدم له زيت سدر وحب رشاد. هو لو استعمل حب رشاد مع ورق السدر فهتبقى حاجه جميله، بستعملها الصبح وان شاء الله هيجيب لك نتيجه كويسه جدا، في مش في الركبه بس، في خشونه المفاصل كلها. يبقى اي حته بتوجع الشخص في المفاصل عموما بيستخدم ليها حب الرشاد. طب هو يعني دايما بيكون دهان بس ولا ممكن يشربه؟ لا شوربا، حب الرشاد بيتاخد شوربا او سف، يعني هو بيتاخد الحالتين مع الحليب او يتحط على الزبادي او الكلام ده، او الزبادي بس بيتحط اصلا كمان مع منوع ورق السدر، فبيجيب نتيجه كويسه جدا، لان اصلا هو بيرفع المناعه، ورق السدر اصلا يعني بيعتبر بحضر الدوره الدمويه داخل جسم الانسان. تمام. معانا استاذ جمال من القاهره. ايوه يا استاذ جمال. ايوه الدكتور معاك اهو، اتفضل. ايوه دكتور محمد، اتفضل. انا بعد حضرتك عاوز اسال يعني عن حدايا حموضه كده على صدري، وباخد العلاج وتيجي وبتروح برضه ما بتنقطعش. الحموضه يا دكتور؟ طيب الحموضه ديت ورق السدر برضه. ده اسمه ارتجاع مريء، ورق السدر ده بيشيل نسبه الحموضه في خلال 3 ايام بس. انا عايز اقول اي حاجه في ورق السدر بالذات لانها شجره مباركه وكده، ورق السدر ده لازم ناخده، يعني الناس اللي هي اصلا بتصحى بدري وكده لازم تاخده على معده فاضيه، لان اصلا في نسبه قلويات فبتعادل نسبه الاحماض اللي هي موجوده في المعده، فبفضل بيزيل الحموضه على طول، بيشيلها في خلال 3 ايام بس. ازاي يستعمله؟ يعني ازاي اصلا ياخد؟ يعني الوصفه ايه؟ ماشي، ما هو ممكن انا اقول له هيروح مثلا يقطع ويقعد ياكل فيها وكده، لا هو اصلا بيجيب مثلا 7 ورقات وكده ويغسلهم كويس وياخدهم يمضخهم من غير ما يتغلوا عليه، مضغ عادي، مضغ عادي، ويبلعهم وبعدين ياخد يقراهم نص كوبايه ميه في خلال فتره بسيطه، اقل من 3 ايام كمان اوعدك ان انت مش هتشوف الحموضه تاني. تمام. خلينا نخرج شويه عن الجسم ونشوف الشعر والكلام ده، هل الصدر ممكن يكون مفيد للشعر؟ طبعا الصدر ده بيعمل عمليه تنعيم للشعر، وبعدين الناس اصلا المشكله اللي هي بتواجه الناس في شعب مصر الشعر الابيض. فاحنا دلوقتي ورق الصدر ده، انت لو انت ضفت ورق، عملت منقوع ورق الصدر اللي هي العجينه بتاعته مع زيت الزيتون وكده ومع الزعتر ومع اكل الجبل، هيدي وصفه، هياخر الشيب، تاني حاجه هينعم الشعر بطريقه انت ما تتخيلهاش، يبقى ناعم جدا، هيعمل اصلا الشعر البساط بتاعته هتبدا تطلع تاني من جديد، وبيعمل حاجه تانيه يعني كمان كويسه اللي هو بيشيل القشره اللي هي موجوده في الشعر كده يعني. طيب اقطع حضرتك، معانا حاج عبد الله. ايوه حاج عبد الله. ايوه يا شاطرين. ايوه يا باشا، ازيك يا بيه؟ اتفضل اتفضل اتفضل. سألتك عايز يعني بالنسبة للحياة حاجة أعشاب مفيدة لوظائف الكلى، يعني ارتفاع وظائف الكلى. لوظائف الكلى يا دكتور. تمام. وظائف الكلى. بص بص يا حاج عبد الله، وظائف الكلى ديت اصلا يعني انت عندك املاح او عندك حصوات؟ يعني انت برضه لازم هم عندي كلى وبتاع ماشي هو اصلا ورق السدر اولا هو مضاد للاكسده ومسكن عالي جدا، وغير كده اصلا بيعمل عمليه تنزيل حصوات وتنزيل، يعني ينفع وبس انت تاخده ازاي؟ ما انت تاخده ازاي دي هي اللي احنا بنتكلم فيها، اللي انت تاخده ازاي، اللي احنا الحاجات دي اللي احنا بنتكلم فيها دي ازاي تاخدها؟ هقول لك انا تاخدها ازاي يا حاج عبد الله. الوصفه طبعا ديت بتاعت الكلى، هنستعمل حلفه بار مع ورق السدر ومع اكليل الجبل اللي هو حلفه بار مهمه للاملاح، روزماري. فاشربها برده الصبح وكده،
بفضل الله هتبص تلاقي نازل اصلا كميه املاح منه غير عاديه، هو هيتفرج اصلا عليها وهيبدا يريح الكلى، لان ده اساسا ورق الصدر ده بيشيل سرطان البروستاتا. الناس اللي عندها تضخمات وكده فهو بعالجها، وطبعا المنطقه التناسليه ديت كلها ورق صدر مفيد. احنا بنتكلم دايما على العشبه اللي هي بتفيد الانسان من فوق، من يعني من شعر راسه لضفر رجليه من تحت. فاحنا بنتكلم اذا كانت على العشبه اللي هي اللي اتكلمنا عليها للروزماري اللي فاتت، الدكتور سالم اتكلم على الكزبره، احنا دايما بنتكلم في كل حلقه على عشبه، والعشبه ديت تقريبا بتكون مهمله بنسبه كبيره. فاحنا بنوجه الناس اللي هي ازاي تستعمل العشبه وازاي تستعمل العشبه بالطريقه الصحيحه. فاحنا بس طبعا يعني انت عشان تكمل اللي هي المواد ديت، كل عنصر من النبات فيه مواد، فانت لما تعمل اصلا بيكون مكمل للتاني، ما ينفعش واحد يتاخد لوحده. بص تلاقي ادتك نتيجه. يعني الاخ اللي اتكلم، الاخ عبد الله اتكلم، تقول لك اللي هي اللي موضوع الكلى. موضوع الكلى انت لو استعملت حلفه بار مع كليل الجبل مع ورق السدر اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، هيديك نتيجه. انت يعني حتى لو الكلى فيها التهاب او فيها الم اللي هو الماس كالوي طبعا هيروح خالص. والبقدونس والكرفس كمان مفيدين معاهم لو اتحطوا عليهم. ما احنا بنتكلم، هو دايما في دايما الوصفه، انت لما تجمع عشب فانت بتجمع تشوف ايه اللي موافق في التركيبات الثانيه في الاعشاب الثانيه. لما نقول بنتكلم في وصفه، احنا بنتكلم العشب ده الوصفه دي مثلا ديت بتتكلم مثلا فيها كذا حاجه، فيها مضاد للاكسده، فيها مسكن، فيها كده. بنجمع العشبه اللي هي مثلا ثلاث كل واحد يكمل الثاني فيفيد في الاخر. احنا كل عشبه مش ما احنا ممكن نستعمل كميه كم كبير من الاعشاب. الكم الكبير ده طب احنا هنستعمله ازاي؟ ما هو في حاجات بتفسد حاجات. طب هستاذن حضرتك بس معانا ام احمد من اسكندريه. ام احمد ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ معاكي الدكتوره اتفضلي. بس حضرتك انا عندي رجلي الرباط الصليبي مقطوع والغضروف. الرباط الصليبي والغضروف يا دكتور. واخد باخد حقن سن النحل. بقالك قد ايه؟ بقالك قد ايه؟ يعني حوالي 5 شهور كده. وزنك كام؟ انا وقفت عليها. انا طويله ووزني 100 كيلو. وزنها 100 كيلو. ما ده بص يا حاجه، ده اللي احنا بنتكلم عليه. الوزن التقيل ده اصلا الركبه مهما كانت ضعيفه هو اللي بيأثر اصلا، هو اللي بيأثر على موضوع اذا كان اصلا رباط صليبي او خشونه ركبه او وجع ظهر رابعه وخمسه. فطبيعي قبل ما تفكر اللي انت تتعالجي لازم تفكري في طريقه اللي وزنك ينزل فيها. وبرضو اصلا استعمال الحاجات ديت مع حب رشاد هيجيب معاك نتيجه، بس برضو ترجعي للدكتور اللي هو بيعالجك وتشوفي بقى الرباط الصليبي فعلا يعني يستحمل اللي انت. بص انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، المواد العشبيه دايما يعني هي اصلا الحاجز الاول في المرض. يعني احنا قدرنا في الاول ندي ماده عشبيه او ان هو النبات دوت يحجز المرض، فخلاص مش هيحصل مرض. طب لو المرض دخل خلاص الاعشاب مش هتنفعه، لازم الاثنين بيكملوا بعض، الحاجه دي ودي يكملوا بعض. ده ما احنا بنتكلم على حاجه اللي هي قطعيا اللي هي تفيدك. لا طبعا، انا بتكلم العشب دايما بيفيد في اول المرض. ادام لو المرض دخل وتمكن خلاص العشب مش هيفيد. يعني المفروض بقى تعمل عمليه للرباط الصليبي او كده ولا يعني اولا لازم تجرب اللي هي تخس الاول. انا وزني 100 كيلو ده لازم تخس. كنت عايز اسال بس على طولها قد ايه عشان اعرف زياده الوزن قد ايه. فالمفروض هي تتكلم الوزن ينزل الاول وتبدا تستعمل اللي هو حب الرشاد زي ما قلنا للاخ اللي هو اتصل قبل كده مع ورق الصدر. ان شاء الله هيجيب معاها نتيجه كويسه. تمام. معانا الحاج حسن من اسيوط. الحاج حسن ايوه. انا كنت عايز اسال الدكتور سؤال لو سمحت. اتفضل يا دكتور معاك. بالنسبه لدوال التخين الخارجيه يعني بتبقى ملمان بسيط يعني، وباخد لها الدواء السيوله والحاجات دي للدوالي؟ بالنسبه للوالده بالنسبه للوالده عندها خشونه المفصل وسرعه الترسيب عاليه. الوزن قد ايه؟ دكاتره كثيره كانت عايزه تغيير المفصل يعني. طيب انا عايز اسالك اسالك على حاجه، الدوالي دي ثلاث انواع يعني، في لونها زهري او لونها ازرق رفيع او هي اصلا دافنه وعروها تخينه، انا حاجه من الثلاثه. هي العنقوديه كده خارجيه وعامله ضيق في الاورده شويه. كبيره يعني الدوالي دي كبيره؟ هي متفرقه عامله زي على جد العنب كده بسيطه. زي لا بسيطه بسيطه. اقول لك انا على وصفه جميله هتشيل ان شاء الله الدوالي في مسافه قريبه خالص يعني. بارك الله فيك يا دكتور. اتفضل. موضوع الدوالي دوت هنجيب احنا منوع النعناع وكده مع ورق الصدر ومع الليمون. منوع النعناع يبقى بارد ولا مغلي ولا ايه؟ لا هو انا بتكلم دي منوع هتغلي اللي هي هتغلي الليمون. هتجيب النعناع تغليه وتاخد الميه بتاعته. هتجيب مثلا ليمونه وهتجيب معلقه نعناع وهتغليهم مع بعض، وبعد ما
فتجريهم كده هتمسك قشره الليمونه يعني هتعصرها، بتقدر من تحت لفوق يعني بتيجي تدهن بظهر القشره من بره، تدهن منطقه الدوالي اللي عندها من تحت لفوق، فدي بتعمل اصلا في اللي هو القشره بتاعت الليمونه ديت اصلا في ما في ماده مضاد حيوي عالي جدا وزود طياره، بتعمل عمليه اصلا للدم اساسا اللي هو السيوله في الدم، وفضله بتروح في خلال 5 ايام هتلاقي في نتيجه بالنسبه للست دي اللي هي اصلا انا بتكلم على اللونين اللي هو الزهري والازرق اللي هو اللي في الاول الدوالي اللي هي الشعيرات الدمويه، الدم لو هي كبيره فتروح لجراح. تمام، معانا محمد من الشرقيه. محمد ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور محمد؟ معاك اتفضل. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ مرحب، اتفضل. انا اللي كنت كلمت حضرتك قبل كده يا دكتور، عملت لي اسهر رجلي يا دكتور، ربنا يجازيك خير على اللي انت بتعمله مع الناس يا دكتور. الله يصلح حالك، اتفضل يا باشا. الله يصلح لك يا دكتور، بعد اذنك بس يا دكتور، انا رجلي حاسه الحمد لله و100 100. تمام. بعد اذنك بس انا بحس بألم خفيف فيها كده. الايه؟ الركبه خفت والحمد لله، بس انا عايز بحس فيها احيانا بألم خفيف كده. لسه عنده ألم. غزه الدكتور بتاعت الدبوس، اللي وصل انت بتديتها لي قبل كده. طب ورق الصدر جابت معايا نتيجه والحمد لله. تمام. بس انا حضرتك بس بحس بنغزه بس كده عامله زي الدبوس. طيب ماشي اتفضل يا اخويا. كده هحتاج حاجه تسكن الالم. هيحتاج انت هتستعمل بقى ورق السدر محب الرشاد، نفس القصه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، تقريبا خشونه الركبه هي اللي واخده الحاجز كبير في البرنامج. فهنتكلم برضو على اللي هي تستعمل حب الرشاد مع ورق السدر الصبح بس، وبفضل لها هتعمل تسكين للالم عالي، مصر كلها ما شاء الله عندها خشونه ركبه. فالنهارده يوم الركبه العالمي يعني. طيب كنت بتقولي ان السدر بيأثر على الشعر الابيض؟ طبعا بيغيره بقى ولا بيمنع؟ لا بيخليه طبيعي، بيخليه اسمر طبيعي. فورق السدر ده مع زيت الزيتون وكده مع الزعتر مع كيل الجبل، فبيعمل فعلا لما تيجي بس تدهنه تقعد 3 ساعات يعني، مثلا ما يجيش مثلا يدهن يعمل الفروه بتاعه ويروح شيلها على طول، مش هتجيب معاه نتيجه. لازم اساسا تدي فرصه للعلاج اللي هو يعني يخش في المسامات بتاعه، ياخد وقته، ياخد وقته عشان عشان يجيب نتيجه معاه، وهتبص تلاقي الشعر ده سايح كالحرير يعني. طيب معانا ام عمرو من القاهره. ام عمرو ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. لو سمحت عايز اسال الدكتور عن حاجه. معاك اهو اتفضلي. انا عندي عشبه المارينجو او المورينجا. المورينجا عامله زي ورق منور الفول كده. ايوه. طب اتفضلي هتكلم عليها يعني ولا ايه؟ احنا بنتكلم النهارده على ورق السدر، بس ممكن اكلمك على المورينجا اللي هي عشبه الحياه يعني. ماشي. معلش هي عندي، بس عايزه استعملها ازاي؟ كده ولا اكسرها ولا استعملها ازاي؟ الاستخدام بتاعها يا دكتور. انت عايز عشبه المورينجا ولا عن ورق السدر احنا بنتكلم عليه النهارده؟ لا هي عشبه المورينجا عندي. انت طب ما اقول لك على حاجه، لو انت عملت اضافه مع ورق السدر هتجيب معاك نتيجه. عشبه المورينجا دي اسمها عشبه الحياه. هي مفيده لايه؟ مفيده لحاجات كتير، بس طبعا احنا هنتكلم على حلقه كامله على عشبه المورينجا ديت، فهنجيب نوصفها باختصارا. هي اصلا مفيده يعني، اسمها عشبه، كانوا بيستعملوها زمان اللي هي اصلا لطاله الحياه وكده يعني، كمانها اصلا لامراض القلب والامراض الضغط اللي هي العالي والمرتفع، يعني المرتفع والمنخفض، يعني بتظبط الدم عموما والضغط عموما. ربنا سبحانه خلق الاعشاب ديت للانسان، دي دواء للانسان. فالناس تستعملها صح هتجيب معاها نتيجه كويسه جدا. هقول لك على حاجه، احنا اصلا الناس ليه اهملت الاعشاب؟ الاهمال الاعشاب دوت اصلا يعني مش راجع من استسهال بقى. انت بتروح للعطار، فانت العطار ده انت بتقول له مثلا انا عندي خشونه ركبه، فبقول لك خد كذا وكذا وبيديك وخلاص. طيب العطار ده انت ما فكرتش اصلا الحاجه اللي انت بتاخدها ديت، المواد العطريه بتاعتها موجوده ولا لا؟ الزيوت الطياره موجوده ولا لا؟ اللي هي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها فيها وهي خضراء، اللي هي الحاجات الماده الفعاله موجوده ولا لا؟ انت بتاخدها وخلاص، ووصف لك وصفه فانت بتاخدها ما تجيبش نتيجه فبترميها. فمن هنا بدا الناس تهمل الموضوع الاعشاب. بس انت لو فعلا لو خدت الاعشاب بطريقه صحيحه ومن الاعشاب راجل عنده علم وعنده خبره، المفروض مكان الاعشاب ده زي الصيدليه بالظبط. لازم يكون الراجل عنده علم يوصف لك الحاجه، لانه بيكون على درايه بالماده الفعاله اللي موجوده في العشب. كلام بجهل دلوقتي يا دكتور. ما هو دلوقتي ما احنا بنتكلم، البرنامج ده اسمه ايه؟
العطار، بس العطار اللي هو الراجل الباحث اللي عنده علم. ما احنا بنتكلم، احنا مش يعني احنا مش ضد حد، بس احنا عاوزين الناس تتعامل مع يعني تحترم الاعشاب وتحترم النباتات الطبيه، لان اصلا في 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 ناس كتير جدا بتفتح وتبيع وخلاص اكنه بياع في محل. صحيح. لا احنا عايزين الاعشاب ديت الناس تستعملها فعلا استعمال صحيح. يعني استعمال صحيح. معانا ايه من الشرقيه؟ معلش. ايه من الشرقيه؟ ايوه. ازيك يا دكتور؟ مرحبا، اتفضلي. اتفضلي. لو سمعت يا دكتور، انا اول ما جيت حملين كده ومش بكون قادره ان انا اقوم، وما اقدرش اخد نفسي طبيعي كده. اول لما بتصحى ما بتقدرش تاخد نفسها طبيعي. تمام. وما كنتش قادره اقوم كده الصبح. ما بتقدرش تصلب طولها. ماشي ماشي، اتفضلي. تمام، هيجاوبك الدكتور دلوقتي. موضوع الصحيان من النوم كده، احنا بنتكلم هنا على ورق السدر في رفع المناعه. هي طبعا بتتكلم تقريبا المناعه بتاعتها ضعيفه جدا كده، وبالتالي هي اصلا موضوعها ده كمان شكله مش بالظبط، هي اساسا لما صحيت فمش قادره تقوم. المناعه ضعيفه، عندها نسبه انيميا عاليه فنازله. فالورق السدر ده اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو فعلا بيرفع نسبه المناعه عند سته، ما اعرفش كنت عايز اسالها لو في حمل ولا يعني كده. بيستعملوا اللي هي المرضعه، الناس اللي بترضع وكده بتبص طبعا عايزه نسبه كالسيوم عاليه عشان شعر من زي ده، موجود في ورق الستر. لما تيجي تستعمل ورق الستر فبيرفع المناعه، بيعوض نسبه الكالسيوم، بيديها اصلا طاقه عاليه جدا، طاقه روحانيه عاليه جدا. طبعا عاوزين نتكلم على القصه ديت في الحلقه. فبتبص تلاقي ورق الستر ده بيعمل لك المنظومه اللي هو لفقر الدم، يعني بيرفع المناعه وبيرفع فقر الدم كده. تمام. معانا استاذ عمرو من القاهره. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. اتكلم الدكتور محمد بعد اذنك. معاك اهو، اتفضل. الو. ايوه ايوه، اتفضل. ايوه يا دكتور، اتفضل. عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضل يا زمر. بعد اذن حضرتك عاوز اسال حضرتك سؤال، عندي قشره كتير في شعري. تمام، اتفضل يا زمر. الروزماري بتاع الحلقه اللي فاتت. احنا لو انت سمعت الحلقه اللي فاتت عن الروزماري او اكل الجبل او عشب حصل بان، فطبعا دي للقشره، ومع هتضيف عليهم ورق السدر اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، بتاخد المعجون بتاعهم مع حط على الحنه يا دكتور ولا لوحدهم؟ لا بتحط على الحنه، بتحط على الحنه عشان موضوع الشيب كده. في بتعمل عمليه ابات البواسطات كده، وبترجع الموضوع تاني، وبشيل القشره كمان نفس الوقت، بيثبتها على الشعر عشان ما تقعش او تفرط منه وهو بيعملها، لان الحنه جيلاتينيه. هو دايما لما يستعملها يستعملها ليلا، يعني ما تجيش مثلا بالنهار كده، انت بتستعملها بتعمل عمليه احتباس حراري ليها، بتسيبها ساعتين او ثلاث ساعات، وبعدين بتستعملها، تبص لها جابت نتيجه معاك، انت بتبقى ملحوظه حتى بعد ما بتيجي تشطف شعرك بالميه وكده. فالميه طبعا بتقفل مسامات على الحاجات اللي هي دخلت جوه كده، فبتفيدها في كام يوم كده، في كام يوم باستعمال بتلاقي جابت نتيجه. قشره لو عملها ممكن تشيل القشره تحمي الشعر من انه يبيض بعد كده، اتنين في واحد كله بقى. هيبقى جامع حاجات كتير سوا. طبعا لو استعملها فهو اتنين في واحد وكده، فهو استعملها هتبقى مفيده للشعر. أيوه. الاستفاده كامله من ناحيه قشره، من ناحيه الناس اللي هي شعرها ابيض وكده، من ناحيه الناس اللي هي عندها تقصفات في الشعر، من الناس اللي عندها تجاعيد في الشعر، الستات اللي هي اصلا شعرها عايزه شعرها ناعم وكده، فتستعمل اللي هي ورق السدر ده. لو استعملت ورق السدر من غير اي حاجه خالص هيكون شعرك ناعم وكويس جدا كمان. صحيح. فضل. طيب لو استخدم للبشره ممكن يعمل ايه؟ طبعا بتعمل ماسك ليه جميل جدا وكده، فهنعمل ايه الماسك ده؟ استخدامه ازاي بقى؟ احنا هنتكلم على الـ على الـ طبعا هيطحن بدايه كده، هنجيب اللي هو المطحون بتاعه مع اكليل. دايما هنتكلم على اكليل الجبل ده عشان عشبه مهمه في البشره والشعر بيكون أساسي. فهتجيب قطن، هنخلط نت مع بعض. طبعا انا قلت وصفه جميله الحلقه اللي فاتت عن الموضوع دوت كده، على موضوع الماسك، هنزود عليه ورق السدر لان هو بيصف اصلا الوش وبيشيل اللي هي البذور اللي هي الحبات اللي هي فيها صبره، البذور اللي هي الصبره كده، وبيعمل عمليه للتجاعيد، فعلا بيفرد عمليه الوش ومفيش تجاعيد وكده، فبتلاقي البشره. بس ازاي يستعمل الماسك ده؟ احنا نقول الوصفه للماسك نفسه. بتجيب معلقتين من ورق السدر مع معلقتين اكليل الجبل، وبتعمل خل التفاح، وبتعملهم عجنه في بعض. تمام. فبتعمل ماسك بعد ثلاث ساعات، الماسك ده بتحط على الوش ثلاث ساعات وكده، وبعد ثلاث ساعات بتغسله، وبتلاقي في نتيجه. لو بصيت في المرايه هتلاقي سبحان الله، يعني سبحان الوهاب يعني. تمام. معانا اسماء من القليوبيه. ايوه. ايوه، السلام عليكم. وعليكم حضرتك. السلام، اتفضلي. لو سمحت انا عايزه وصفه من الدكتور للتغسيل. وصفه للتغسيل يا دكتور. هنتكلم عليها بس دي خارج الحلقه يعني. وماله وماله. التخسيس ده اصلا لازم الاول حضرتك تقولي لي وزنك قد ايه؟
الوزن ده بتروح الاول تحليل غده درقيه، بتشوف نسبه توزيع الدهون عندك عامله ايه، يعني الدهون دي يعني متوزعه في مكان او نسبه التوزيع مظبوطه. بتبداي تستعملي، نجيب هنتكلم على الحلقه اللي فاتت الروزميري سدر والسناميكا بتعمل اللي هي ومع الشاي الاخضر بتحط، طبعا بتحط نسب متساويه، يعني انت مثلا هتحطي مثلا ورق لبن عشان ورق سدر ده لزياده الوزن. هنحط مثلا اكاليل الجبل معلقتين، يبقى احنا مثلا هنحط معلقتين سيراميك، هنحط شاي اخضر، هنعمل ودايما الصبح مع طبعا بيدي نتيجه كويسه، بتشرب اي حاجه عشبيه تتشرب على بطن فاضيه فبتديك نتيجه كويسه. وفي طبعا بنمنع اكل خالص موضوع العشاء ده، بتستبدليه بمشي، يعني قبل ما تنامي لازم تتمشي شويه، ما ينفعش حضرتك تاكل وتنام يعني. ايوه طبعا اهم حاجه اصلا التمارين في موضوع التخسيس ده، كل حاجه مكمله، بس هي اصلا لازم تعمل عمليه تحليل غده درقيه تشوف نسبه توزيع الدهون عندها ايه. هقول لك على حاجه، لو جبت واحد رفيع واكلته خروف هيتخن؟ لا طبعا. ولو جبت واحد تخين ومنعته عنه الاكل هيرفع؟ فده اصلا في خلل هنا، في خلل. عشان كده بقول لما يحلل الغده الدرقيه فنشوف نسبه الغده الدرقيه مسؤوله عن توزيع الدهون في الجسم مستويه ولا في خلل فيها. فهي بتحط يعني اللي هو لو في خلل فيها الدهون ده بتحطها في حته واحده في البطن بتلاقيها كبيره، يعني الطبيعي هو ده المشكله اللي عند الستات، الجناب والبطن كده. لازم تحلل الغده الدرقيه على طول زياده الوزن عشان تبدا مظبوط، فلازم يكون الصحه نفسها مظبوطه وما عندكش اي اعاقه اللي انت تخسي. تمام، معانا خالد من اسوان. خالد ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. كلمة الدكتور معاك، اتفضل. والله انا طبعا عندي ارتجاع في المريء. ارتجاع في المريء يا دكتور. وبعدين يعني وصلت لدكاترة كثيرة وطول العلاج، وبعدين العلاج بيفيد معي هو، لكن ايه الالم بيرجع ثاني، يعني انا اخذت بيبيزول ونبيزول يعني العلاج مؤثر ولكن يعني الالم ما بيروحش. يخلص العلاج الالم يرجع تاني. تمام، يعني هو مسكنات. طيب ارتجاع في المريء يعني حموضه زايده يا حاج صح؟ زايده وكسل اللباء والقرحه شديده كده احيانا يعني. قرحه شديده. طيب ورق السدر ده اولا في نسبه قلويه عاليه، فاحنا لسه قلنا في اول الحلقه لو انت رجعت لاول حلقه انت عاوزين لازم تشيل نسبه الحموضه. احنا قلنا اي حاجه ان شاء الله يعني نربطها بصلاه الفجر. ليه؟ قلنا بنحول الماده العشبيه لماده علاجيه، فهي اصلا القلويات بتعادل نسبه الاحماض اللي عندك فتشيل الحموضه اللي هو ارتجاع المريء. تمام؟ ومعمليه التقرحات اللي هي الامعاء، لسه الاستاذ عبد الله سالني قال لي ليه يعني ايه الفرق بين النبأ وبين السدر؟ فالنبأ ده اصلا المطحون بتاعه بيستعمل بيشيل قرحه المعده وتقرحات الامعاء تماما، اللي هو البذور يعني بتاعه اللي هو البذور اللي هو الثمره بتاعه الثمره بتاعه اللي هو ورق السدر، فتقرحات الامعاء يعني هي بتدي حاجه والورق السدر بيدي حاجه. بس طبعا لو هو خد كده هياخد اثنين بقى مع بعض. طب لو ما يوصل للنبأ يشتغل بالورق بتاع السدر، لو ما الورق ده هياخده اصلا السمر. هياخده بص هياخده مضغ، مش هياخده لا مغلي ولا مطحون، هياخده اخضر يقطعه من على الشجره ويدي له الحموضه، وهتجيب معاه نتيجه ان شاء الله كويسه في خلال 3 ايام او يعني اقل كمان، مش عايز اقول له اقل، وهيمنع عنده حاجه من الحموضه تماما مش هيلاقيها ان شاء الله. طيب معانا ام كريم من الشرقيه. ام كريم ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضلي. الاول ربنا يجزيك خير عشان اي معلومه او اي عشب بنسال عليه فحضرتك بتجاوب عليه حتى غير الموضوع الحلقه برضه يعني، فربنا يجزيك خير. وبعدين سؤال حضرتك ان ورق السدر ينفع علاج للقولون، ولو هيتاخد حضرتك قلت على معده فاضيه، فممكن يتاخد اكتر من مره في اليوم ولا هو على معده فاضيه الصبح بس؟ هيبقى كده الصبح بس ولا ممكن يتاخد بعد الاكل؟ هو دايما لما يتاخد ورق السدر قلنا دايما يتاخد الصبح بس، بعد كده مش هيفيده بحاجه. احنا دلوقتي عشان هي بتتكلم على القولون، عشان المعده فاضيه بقى والحموضه فيها وكل ده، ما المعده فاضيه ديت اي حاجه اي عشب بتاخده بيتحول لعلاج على معده فاضيه. هي بتتكلم على القولون، القولون دوت اصلا هو حاله عصبيه، وهو اصلا ورق السدر ده مهدئ عام للاعصاب، عشان كده في ناس اصلا بتستعمله عمليه بخور، يعني دايما بتبخر البيت، يقول لك انا ببخر البيت. الشيوخ دايما بما يمتاز من ماده عطريه جميله. ليه؟ بتعمل راحه نفسيه وراحه عصبيه. قولون يعني اعصاب تعبانه، فاحنا بنتكلم على ايه بقى دلوقتي؟ يعني قولون يعني احنا عاوزين نهدي الاعصاب، نعمل عمليه تهدئه الاعصاب فالمريض يستريح.
فاحنا بنريح المريض. فهو بيقوم بالدور ده ورق الصدر في اللي هي قطع استنشاق شم اللي هو عمليه بخور او المغلي بتاع الصبح. اي حاجه ممكن تستخدم مكانه من الزيوت من الاعشاب العطريه زي اللافندر والنعناع والبونج والكلام ده ولا هو ده هو الحاجات دي بس النسبه اللي يفيد اكتر ورق الصدر. يعني ممكن يتحطوا سوا مع بعض؟ ممكن تحطوا سوا بس احنا بنفضل اللي هو اصلا ان ممكن النعناع يتحط معاه، بس احنا بنفضل دلوقتي بنتكلم على ورق الصدر فبما فيه من فوائد كويسه فبيستعمل وبيجيب نتيجه كويسه. لان احنا دلوقتي بنقول لك ايه، قولون عصبي يعني اعصاب مشدوده، فهو بيعمل عمليه تهدئه. احنا بنتكلم بقى عن عمليه تهدئه الاعصاب، هو مجرد حتى لو هي جابت ورق السدر ده وعملته بخور في البيت وشمت القولون هيستريح اساسا من غير ما تاخد المشروب بتاعه. تمام. معانا استاذ كريم من الشرقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اسلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضل. انا ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا استاذ كريم. اخبار سيادتك ايه؟ الحمد لله. انا عندي تقصف في الشعر وكده وعايز اي حاجه مفيده. تقصف في الشعر. ماشي. احنا قلنا مثلا اعلى لاي حد يعرفك يا دكتور. شكرا يا ربنا يكرمك. ربنا يخليك. تقصفات الشعر لسه اللي احنا قلنا هيعمل ورق الصدر مع الحنه وهيجيب معاه نتيجه كويسه خالص، بيستعمله قبل ما ينام. يعني يعمل الخلطه اللي هي ديت الورق الصدر مع حنه مع اكليل الجبل، هيمنع التساقط اللي هو بتاع الشعر، وبعدين اساسا هيطول شعره. ممكن تكون بسبب القشره والتساقط ده اصلا. ما هو ده هيشيل. ما احنا قلنا ورق الصدر ده هو هيشيل اثنين، هيشيل التساقط وهيشيل القشره الاثنين مع بعض. تمام؟ تمام. هيعمله كل يوم ده صح؟ هو هيعمل كل يوم لما يلاقي نتيجه. انا يعني بس النتيجه بتكون قريبه خالص. يعني بالنسبه للحاجات دي هقول لك على حاجه، لازم يكون اي واحد شعره دوت لازم يدور هو اصل حالته النفسيه عامله ايه. مش كل حاجه العلاج، لازم الاول الواحد يظبط حالته النفسيه الاول. ما هو ممكن شعرك ينزل ده يكون عندك حالتك النفسيه سيئه جدا، فلازم الاول تظبط حالتك النفسيه عشان العلاج يجيب نتيجه. لازم انت يبقى يتشرب بقى ويتحط على الشعر يظبط حاله. والله بيتعمل كل حاجه يا استاذ عبد الله. هو اصلا ايه، احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي المفيده للانسان، يعني اللي هي بيجيب نتيجه كويسه. والناس احنا دايما بنتكلم على العشبه المهمله اللي هي بتكون قدامك وانت ما انتش عارف معناها. فاحنا بنوجه الناس ان والله الحاجه دي كويسه، الحاجه دي مفيده، اضرارها كذا. يعني بفضل الله عشبه ورق الصدر ديت اضرارها نادر لما تلاقي ليها اضرار اصلا. يعني عشبه مباركه وعشبه يعني لها طاقه روحانيه عاليه جدا ومفيده. انت لو انت دورت اصلا فيها هتلاقيها كلها فوائد. يعني من بص يعني اقول لك على حاجه دلوقتي اللي هو الزهره بتاعتها الفائده بتاعتها ان النحل بياخدها وبيعمل منها عسل. العسل ده بيبقى يعتبر من اعلى انواع العسل في العالم، وهو فعلا عسل الصدر. يعني ربنا جعل فيه شفاء للناس. تمام. اللحاء بتاع الشجره نفسه الناس بتستعمله كسواك، بتستعمله اللي هو مضمضه، بتستعمله للكحه، بتستعمله لارتفاع درجه الحراره. الورق بتاعها في طبعا معادن فيها في البحر ولا حرج. حدث عن البحر ولا حرج. فتلاقي الحاجات دي كلها مفيده جدا. يعني الورق الصدر ده مفيد جدا. دايما بنتكلم العشبه المهمله الناس المفروض تاخد بالها منها، ولما تلاقي حاجه تكرمها يعني لما تكرم النبات فاكيد هتستفاد منه. صحيح. معانا استاذ محمود من سوهاج. دكتور اتفضل. قول على الضغط. ايوه دكتور. ايوه معاك اهو معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك. انا سامعك على الشاشه. اللهم صل على النبي. يا ربنا يكرمك. اتفضل. الله يكرمك. محمود جوده محمد عمال من سوهاج. اتفضل. المدام عندها الضغط. عندها ايه؟ الضغط. ضغط. الضغط. اي وانا عندي في انا عندي ال طب عالي ولا منخفض؟ الضغط ده عالي ولا الاجسام من ضغط تبع الفيروس ازاي الاجسام دي؟ قول له عالي ولا منخفض؟ عندك ايه؟ كان انا عندي الفيروس الاول فيروس سي واخد بالك؟ فيروس سي. فيش غير اعمل البي سي ار يطلع سلبي. طب في الاجسام المضاده ازاي تروح دي؟ عنده اجسام مضاده ازاي تروح؟ طيب هقول لك انا. طب الضغط عندها عالي ولا منخفض؟ دكتور معاك اهو. طب الله. ايوه دكتور. اتفضل. الضغط عالي ولا منخفض؟ لا الضغط عالي ساعات. طيب خلاص ماشي هجاوبك ان شاء الله.
ماشي اتفضل. يبقى هو كده عنده اجسام مضاده في المناعه بسبب الفيروس. طبعا من ميزة ورق السدر ديت اللي هي اصلا يعني بتعالج الاجسام المضاده اللي هنا مضاده للاكسده، وبتعالج اللي هي فرصات الكبد. احنا قلنا بتحمي الجسم من سرطان الكبد وكده وسرطان البروستاتا. احنا لازم نشيل الفيروس الاول عشان الاجسام المضاده تهدى، لانها بتكون طالعه من المناعه اصلا ضد. ما احنا بنرفع بقى لما نستعمل ورق السدر هيرفع المناعه، وهيبقى هتبص تلاقي يعني الاجسام المضاده والحاجات ديت اللي هو اصلا محلل لها طبعا مديله نتيجه وكده. فان شاء الله ورق السدر ده يعملك، بس انت تنتظم وتاخد الحاجه الصبح بطريقه مظبوطه. وبالنسبه للضغط، الضغط ده ورق السدر مع الثوم الصبح على الريق هيجيب نتيجه كويسه للست اللي عندها الضغط العالي، هينزل باذن الله. تمام. خلينا بقى يعني دايما الناس مشهور عندها ورق السدر مرتبط على طول بالمشايخ والعلاج الروحاني والكلام ده، فلازم نتكلم عنه شويه. العلاج الروحاني بالسدر هل هو مفيد فعلا ولا؟ بص يا عبد الله، كلام ولا ايه؟ الموضوع ده اصلا يعني ايه، هي مثلا شجره مباركه والحاجات ديت يعني ايه، احنا هو عملها هو. بص، ورق السدر ده مهدئ، احنا ناخده من الناحيه اللي هو العلميه يعني اللي هو مهدئ للاعصاب. لما الناس بتشغل ورق السدر ده كعمليه عطور او يعني بتشمه كده، فاعصابها بتهدى، فطبيعي بتبص تلاقي يعني هي يعني احنا قلنا شجره مباركه. يعني موضوع الحمى بي دوت ما هي ما هقول لك على حاجه، ما هو انت لو دورت على الحمى بي دوت اصلا هو قاتل البكتيريا. يعني هو اصلا بيريح جلد، لو عن فيه اكزيما يعني في الجلد في حبوب في بالنسبه للعرق، وفي ماده عطريه جميله جدا. يعني اصلا معلش يعني بيستعملوها في موضوع الاموال اللي هو يعني للحي وللميت. الحي ازاي للميت؟ الميت ده اصلا الميت ده بيستعملوه يعني اخر حاجه في الدنيا بيستعمل ورق السدر والكافور بيتغسل بيه. لان اصلا ممكن يقعد مثلا ايه يعني يجي الميت يقعد، ما اقول لك هيقعد هيبات الليلادي. تمام. ممكن طبيعه الميت بيعمل اصلا بص لا عامل ريحه اصلا وكده. ورق السدر ده ورق الكافور الاثنين لما تحطوا مع بعض بيمنع موضوع اللي هو ريحه الميت دي خالص. بيبقى يعني اخر حاجه بيستعملها الميت في ورق السدر والكافور في الدنيا، واول حاجه شوي بيستعملها في الاخر لما ربنا سبحانه وتعالى في صدر مخضوض. طبعا. تمام. معانا ايه من الشرقيه. ايوه ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام دكتور. معاك يا اتفضل. انا بشكر حضرتك يا دكتور جدا على عشبه اكليل الجبل، بجد ممتازه جدا في تقويه الذاكره ليا ولبنتي، ممتازه جدا. وكنت بسال النهارده على ورق السدر، هل لما استخدمه لشعر مثلا من الاطفال من سن معين ولا عادي؟ هيبقى في دين على شعرهم ولا اي سن من اي طفل عادي؟ ماشي اتفضل. على الشعر دلوقتي الموضوع اللي هو ورق السدر ده بيستعملوا منه شامبوهات وبيستعملوا منه زيوت في يعني في منتهى الجمال. اذا كانت امريكا والمانيا او في دول عربيه كمان زي الامارات وكده بيستعملوا ورق السدر ده، بيطلعوا منه شامبوهات وكده، وفعلا هو فعال. يعني هو بيجيب درجات عاليه جدا للطفل الصغير والراجل الكبير والست وكل حاجه. يعني انت دي بقول احنا قلنا بيشيل القشره وبقوي الشعر للطفل ولكل بالنسبه لبنتها الصغيره وكده، فتستعمل من حتى من عمر يوم. بيحافظ على نضارة الشعر كمان من انه ما يوصلش للشيخوخه بدري والشعر الابيض والحاجات دايما دي. دايما بتلاقي مع ورق السدر الناس شباب. صحيح. معانا منار من الشرقيه. ايوه الو اكلم الدكتور. ايوه معاك اهو اتفضلي. يا دكتور اتفضلي. عايزه وصفه للتخسيس. وصفه للتخسيس ماشي. واحنا لسه انت بترضعي او حامل او كده؟ لا كنت برضع وفطمت. طيب الحمد لله. طيب ماشي. موضوع التخسيس ده قلنا الوزن، يعني لازم نعرف الوزن قد ايه ونعرف الطول قد ايه عشان نعرف زياده الوزن قد ايه. تمام. في انهي منطقه؟ قلنا عمليه ان بنحلل تحليل غده درقيه، بنعرف عمليه توزيع الدهون قد ايه وفي انهي مكان في منطقه. ولو الغده سليمه فبعد كده كل حاجه سهله. يعني احنا بنتكلم موضوع وصفات اللي هي احنا طبعا بيبقى نظام بقى، نظام اكل، نظام تمارين مع عشان تتشرب والحاجات دي بتضيع كل حاجه. ما هو تمارين. بص موضوع التخسيس ده هو اولا برنامج غذائي تمس طبعا مع قلنا مع اللي هو كن انسان سليم يعني مستوي. يعني برنامج غذائي بيستعمل الحاجات يعني مستعمل كل حاجه، بس في كل حاجه يعني بحكمه ومقداره كده. يعني بيستعمل لو اذا كنت هستعمل اعشاب فاحنا بنجيب اللي هي العشبه الشاي الاخضر ده مع اكليل الجبل، فبدي حاجات كويسه جدا في موضوع التخسيس. اذا النهارده احنا بنتكلم على العشبه زياده الوزن اللي هي ورق السدر ده بيفتح اللي هو
اللي هو الاكل والحاجات ديت بخليك يعني بخليك تاكل كتير، بخليك بيزود الوزن طبيعي. فاحنا العشبه دي عكس موضوع التخسيس خالص. ايوه صح. واحنا اتكلمنا على وصفه في اول الحلقه. طيب هتقول لنا تاني وصفه فيروس سي عشان الراجل ما سمعهاش كويس. هياخد ورق السدر برضه يشربه. ايه تاني؟ ورق السدر ده هشربه الصبح. ورق السدر مع زيت الزيتون هو يقوي المناعه ضد الفيروس على طول. هيشرب الصبح دايما. انا قلت اشرب الصبح وكده فهيجيب معاه نتيجه كويسه، لان اصلا انا قلت مضاد للاكسده وقاتل البكتيريا، ويعني بيعالج الكبد، بيحمي الكبد من السرطان في من فيروس سي والفيروسات اللي هي موجوده. بس في البدايه انا قلت برضو خلي بالك في البدايه. والعسل بتاع السدره برضه ممكن يفيد جدا في العسل طبعا، ده رئيسي في ما هو ده ما دي طبيعي. ما احنا العسل ده المفروض يعني الناس تستعمل، يكون موجود في كل بيت، الاطفال الصغيره والكبار وكده، لان الناس المفروض انت يعني انا وانت والناس كلها وكده الصبح ياخد من العسل ده. هو مش هيضره، هيفيده يعني، هيفيده، هيقوي الصحه العامه، اذا كان هيقوي نسبه، هيقوي الانتصاب عند الرجاله وكده، وهيزيد من رغبه الجماعه. هي الناس اللي هي بيعمل عندها خصوبه، ان هي الناس اللي عندها مشاكل في الخلف بيعمل عندها نسبه خصوبه. الناس اللي هي اصلا عندها سرطان البروستاتا وفي تضخمات بروستاتا، فطبعا العسل ده بيعمل لها حاجه كويسه جدا، يعني اللي بيشيل اللي هو الالتهابات بتاعت البروستاتا. تمام، شكرا يا دكتور، معايا النهارده شرفتني جدا في الحلقه. حلقه جميله، وانا بصراحه شكرا يا استاذ عبد الله الاعلامي، انت كنت بتتكلم بصوت الشعب. ربنا يخليك. شكرا لكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج العطار. شكرا.